روحي بي يا ذلولي عاد فيني طاقة، والزهاب اسمي ومعرفتي وقوة إيماني، لين أجي دار الكرم واسمعها العملاقة والغلا، لولا الغلا للدار وش وداني، يسلم اللي قرب الموروث من عشاقه لين شدت له رحال البادية من داني. في سما الظفرة ترف الراية الخفاقة، يا سلام الله على الراية وصح لساني. وصح لسانك يا حسين. صح بدنكم، صح بدنكم، والشكر جزيل شاعرنا المبدع حامل بيرق شاعر المليون الشاعر ناصر بن ثويني العجمي اللي بيكون ضيفنا هالمساء. ومساكم الله بالخير مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناتكم قناة بينونة ومتابعي برنامجكم الهين الأصايل. حلقة جديدة ومميزة من هني من أرض مدينة زايد في المنطقة الغربية ومن قلب الحدث من مهرجان الظفرة لعام 2015، ومع أمطار رحمة اليوم اللي غمرتنا بالخير يا سليم. نعم صحيح، والأجواء. أمطار والأجواء طيبة. يا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الهين الأصايل متابعين قناة بينونة. طبعا اليوم الأجواء عندنا جميلة وماطرة، طبعا شهدت المنطقة الغربية منذ صباح اليوم الأمطار، أمطار الخير والرحمة اللي نزلت على كافة المناطق، ونحمد الله ونشكره على هاي النعمة ومبروك علينا وعليكم الرحمة، والله يديم الخير علينا إن شاء الله. آمين طيب. آمين آمين أخو سليم. أكيد نستغل الوقت ونبتدي الترحيب بضيوفنا الكرام الأعزاء في الاستديو، واسمحوا لي أبتدي الترحيب بالأخ العزيز عامر بن يري والمنصوري. يا مرحبا. يا مرحبا وكيل عزبة شيخ زايد من حمدان بن زايد آل نهيان. يا مرحبا بن يري. مرحبا بك. وش حالك؟ الله يعافيك. طيب كيف الحال؟ مرحبا بك في مجلس بينونة وفي برنامجنا. الترحيب يتواصل أيضا بالشاب المبدع أيضا والمميز في عالم المزاينات وفي عالم التراث عبد الله بن يافور المنصور. يا مرحبا يا عبد. تبقى الله يطول عمرك. تبقى الله يسلمك ومرحبا بك في برنامجك وفي مجلس. هذا شرف، الله يطول عمرك، تواجدنا اليوم معاكم والله مبدعين. الله يوفقكم ان شاء الله. امين. وياك وياك الغالي. ايضا نستمر بالترحيب بالاخ العزيز ناصر بن غانم بن حتروش المنصور. يا مرحبا ابو غانم. الله يرحبك. مرحبا يا ناصر. ايش حالك يا ناصر؟ والله الحمد لله بخير. مرحبا بك في مجلسكم وفي برنامجكم. الله يرحبكم. والترحيب المميز ايضا نتواصل مع المبدع دائما حمدان بن صياح المنصور راعي الحذره. الله يحييك. يا مرحبا يا حمدان. يحبك يا فضل يا حسين. مرحبا يا ابو عبد الله. يا مرحبا يا يا مرحبا راعي الحذره. واكيد الترحيب يتواصل بالاخ العزيز نجمنا سليم بن نور العالي. الله يرحبك على فضلك. مرحبا براعي الحذر. مرحبا راعي ضوء. مرحبا يا فور. الله يسلمك. يا مرحبا بك يا راعي وعد، شرفتونا. ويا مرحبا، الله يجمعنا احنا وياكم على النواميس والفرحه ان شاء الله. سليم قبل ما ناخذ علومهم علوم الفرحه اليوم والناموس اللي حقه، خلينا ناخذ مشاهدينا في جوله كاميرا اليوم غير، طبعا لان اجواءنا اليوم كانت غير. الاجواء الجميله هذه ما منعت احد من اهل المزاينات انهم يشاركونا ويتواجدون. خلونا نشوف جوله كاميرا بينونه ونرجع لضيوفنا الكرام، وخلوا عيونكم على قناتكم. رجعنا لكم مشاهدينا، وبنقول بداية الكلام والأسئلة والنقاش عندك يا سليم. ما انت عندك حسين. عندك يا سليم، نبغي ناخذ تاخذ علوم بنيريو. يا مرحبا يا بنيريو. ارحبك على فضله. كيف الحال؟ عساك طيب. الله يعافيك. الله يسلمك. على ناموس دايم ان شاء الله. الله يعافيك. ولا هو غريب عليك ولا على سمو الشيخ زايد بن حمدان. الله يبقيك وطول عمرك. طبعا فوعد اليوم حصلت على المركز الاول في شوط اللقاية شوط الشيوخ. نعم. وين تهدي الناموس والسلامات؟ والله هديها الرئيس الدولة محمد بن زايد وحمدان بن زايد
وراعيها زايد بن حمدان يستاهل. نعم وقصر النخيل يستاهلون يستاهلون. موسم دائم. كيف كانت المنافسة اليوم؟ والله المنافسة قوية طال عمرك، كلها نقوى وحظ النصيب هذا الحمد لله. العام العام واعد وين جايها؟ والله ماخذ الأول العام نفس الشوط. في نفس الشوط؟ الشوط كانت أشواط العام غير. بس شواهين ما كانت عندها اللي هي ملك سمو الشيخ سلطان؟ لا بالزايد. ما كانت عندها، كانت هاي ماخذة في الجماعة في سويحان. نعم. طبعا مشاهدينا بس نحب نوضح ان شواهين انتقلت ملكيتها من راشد بن سنيه المنهالي لسمو الشيخ سلطان بن زايد. العام شاركت شواهين هني وحصلت على سيارتها وراحت لسويحان وحصلت على سيارتها وانتقلت ملكيتها لسمو الشيخ سلطان، واليوم زاينت في شوط الشيوخ ودخلت عند وعد وكانت المنافسه حاميه. لو تخبرنا عن سلاله وعد. والله سلاله وعد ابوها شاهين وامها بنت صوان العشر. اللي تميزت به اليوم تميزت به وعد، طبعا وعد صيفية طايحة شهر 2 27/2. نعم صيفية. نعم وماخذ الأول في الصيفيات يوم أشتريها أنا. نعم والحمد لله الله وفقها. اليوم وعد صيفية ودخلت في اللقاية وما شاء الله نقدها كبرهن، فنقول نحن اللي تثبت من اللقاية المستقبل. نعم. قدامها زاهر. نعم من توصل الحقة واللقاية، اللقية خلاص من تثبت في اللقية خلاص راح. نعم 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 الحمد لله بفضل الله. أبوها شاهين بن النص اللي مات. نعم نعم يعلنها موسم دايم إن شاء الله. حقك خير وعافية وسلم. بنرد لكن أبغي بعد أنا راعي الحذرة صوبنا هذا راعي الحذرة اليوم عندك عندك ناموس راعي الحذرة. تستاهل خير يا حسين. الناموس تهدي المن هذا. تستاهل خير. أول شيء طال عمرك أبارك للشيخ زايد بن حمدان على فوز وعد، وأبارك لأخوي عامر على فوزها، وأهدي الناموس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد مثل المنطقة الغربية والوالد وكل مشجعين أسيل والحذر. تستاهل. شو سلالة أسيل؟ أسيل تنحدر سلالتها من أبوها منور بعير لانها عبد الله بن عيد المنصوري وأمها بن جبار. كيف كان الشوط اليوم راعي الحذر؟ والله يا حسين أسيل معودتنا على النواميس. نعم أنا الترشيح كان عندي وبقوة بعد يعني ما يحتاج. أسيل الملباح يرشحونها العرب كلهم الحمد لله، ما خيبت أمانة ولا خيبت أمال المرشحين الحمد لله. نحن بنطلق عليك ملك الثلاث. الله يسلمك. انا ما شاء الله احط وسام على صدري. الله يطول عمرك. مسمينه طيار الوثبه. نحن طيار الوثبه معروف. هذا لقب من سنين مع طيار الوثبه لانه يطول العمر. الحذره تلاد وياها الاول في بينونه وياها الاول. نعم هذا كله انتلاد وامهات انتلاد وابوهن موجودات في العزبه. شكرا. نعم عندك شيء مشاركات من عيد؟ لا الحين المهرجان هذا خلاص اخر يوم. اليوم قبل شوي نسولف انا وياك تحت الهواء تقول عزبتكم شو اسمها؟ عزبه اهل النواميس. يا سلام. نعم تستاهلون ان شاء الله. ويعلن موسى وياك ان شاء الله وياك. نعم. والفال لكم. بن حتروش عندك؟ انا بن يافور ابا اخر شيء نبي نستلم. يستاهل بن يافور طبعا مميز ما شاء الله. ويا الرب ترى اعلامي بالفطره ما شاء الله. الله يطول عمرك. شكرا يا حسين. شكرا بن حتروش. نعم ناصر خبرنا اول شيء تهدي الناموس لمن؟ والله طالما كنا ناموس هدي الرئيس الدوله وهدي الناموس إهداء خاص لسمو الشيخ حامد بن زايد رئيس ديوان ولي العهد. أهدي إهداء خاص. وثاني شيء طال عمرك أهدي الناموس للوالد، هذا كله من توجيهات الوالد ودعم الوالد. لو الوالد ما وصلنا للمواصيل. وثاني شيء طال عمرك هذا شيء أهدي الناموس إلى طارش بن حمدان بن حويرب وأحمد بن بخيت بالعرطي راعي الخزامة، أهدي لهم الناموس إهداء خاص. والناموس أهدي مني إلى منطقتي العيد، أهل العين أهديهم الناموس هذا إهداء خاص محمل بالورد. يستاهلون أهل العين. يستاهلون. خبرنا عن الشوط والمشاركة. والله الشوط قوي، الشوط قوي والبكار اللي معاها والله ما يستهان بهن. والحمد لله البكرة أثبتت وجودها من يعني بدري. شو سلالتها؟ سلالتها أبوها صغان بن سندية وأمها بنت صغان زراب. بنهدي الناموس إلى آل سندية كابة. يستاهلون. أبو البكرة طالع من عندهم. يستاهلون. بعدين بن حتروش ما شاء الله متكتك ومخطط. يعني داخل في بينونة جاي ثاني اللي فايزة عليها سيد. أسيل. فاليوم تكتك يا طويل العمر خلى راعي الحذرة يروح في شوط. نعم. وقال أنا بسير في شوط. نعم. نحن نقول بيض الله وياها لجان التحكيم على التدقيق وعلى التركيز، والله يعينهم على الجهود اللي قايمين بها صراحه. أيوة. الله يعطيهم العافيه. نوجه لهم اجمل تحيه وعين وعلى هذا ليل المساء
هم على شله وحده. الله يعينهم وتحكيم الله يعينهم في المطار بعد الله يعينهم. اي والله كيف الناموس اليوم على هالاجواء؟ لا ناموس لا تنشد، انا ضايق الناموس في قطر يوم المطر، واليوم الحمد لله بعد ناموس في مطر. الحمد لله الحمد لله خير خيرين. وفال خير عليك كل المطر. اللهم امين. وفال خير على الكل صراحه. الاجواء العالميه اليوم والنواميس. بنيافور برد البنيافور الاعلامي المميز. الله يطول عمرك. الاعلامي بالفطر. شكرا الله يسلمك. شكرا. خبرنا عن اجواء مهرجان الطفره. انت من اول يوم سواء كنت نعم. مشارك ولا مو مشارك نلاقيك عند بوابات الدخول ولا نلاقيك في المنصه خبرنا كيف. والله متابع درجه اولى، هذا تراثنا، وانا من النوع اللي احب اتابع التراث اللي يفيدني انا. واليوم الله يسلمك اقوى شوط مر علي، اشواط حماسيه اليوم. نعم. وانا مثل حمدان، وانا مثل اخوي ناصر استاهلوا، وانا مثل اخوي عامر اخوي ريو على فوزه اليوم والناموس يستاهلون. والله اليوم ناموس على أجواء هو بعادية، اللهم لك الحمد. وجو الظهرة وعلى وقفته أخوان شمل اللي مثلك وشرواك ومعانا، هذا والله يفرحنا يفرحنا اللهم الله لك الحمد. الله يطول عمرك. تخبر عن انطباع في مهرجان الظهرة. ما أقولك إعلامي ما شاء الله عليه نبغيه. والله نظرته إعلامية غير. الله يسلمك. شكرا يا حسين. كيف شفت الفعاليات؟ كيف مهرجان الظهرة؟ والله مهرجان الظهرة ما يعني قليل إذا بنتكلم فيه، موسوعة موسوعة للخليج كافة. واليوم الله يسلمكم مهرجان الظفرة كل الخليج فيه، والله يوفقكم، أظهرتونا في صورة جميلة جدا، تعاونكم وجودكم إن أنت أساس الصورة الجميلة. الله يطول عمرك. شكرا. عبد الله مخرجنا دخل على الخط ويانا ويكلمني في ذنية يقول لي يا حسين خبرنا إذا تعرف يبون يخطون في أي تلفزيون في أي جريدة. إن شاء الله إن شاء الله على الهواء برد عليك مخرجنا إن شاء الله إعلامي في قناة بينونة. وانا كنت اقول اعلامي بالفتره ما شاء الله لك الحمد. شكرا. الله له حضور طيب وايضا متحدث ومتميز. قناه بينونه والله انا من متابعينها وكنت فيها لي شرف. الله يحفظك. انا بسالك سؤال دوم حسين يساله الملاك، لو كانت المزاينه مو موجوده شو من الفعاليات اللي بتحضرها في مهرجان الظهر؟ شو بحضر انا؟ الله يطول عمرك من هواة لبل، ولبل الله يطول عمرك لو انا ما عندي اي هواي غيرها. واشوف اليوم لبل الله يطول عمرك يمعتنا ويمعت خويانا من زمان عديبهم، واليوم الله يطول عمرك الظفرة يمعت الخليج كامل، حتى خويانا في قطر نعديهم من زمان وشفناهم، والله يرزقوا الناموس ان شاء الله ويوفقهم الله يطول اعمارهم. والله يجمعنا على فرح. دام طلعنا الافراح نحن نبارك لعامر بن يريو المنصوري على زفافه طبعا على راس الريال قبل شهرين او ثلاثة شهور، نقول له بالبركه ان شاء الله وعقبال الثالثه وعقبال الرابعه. الله يبارك. ما سمعتني امين يا عامر. امين ايش اقول؟ ما فينا على مشاكل قولنا علو. لكن نتريى اشواط باكر، اشواط باكر تعب سنه كامله. نعم. هو اشواط الفريد اقوى الاشواط اعتبرها نحن يا ملاك الفريد السنه. لها لذتها. لها لذه لان الزين فيها هو بعادي. الزين فيها يمكن يعني اعداد كثيره، يعني الله يعين اللجنه باكر. نعم. على الله يقويهم على النظره ان شاء الله الصواب باذن الله. امين. نعم. برد على عبد الله والنقاش الجميل، لكن عندنا تقرير بسيط عن اليوميات وشو حاصل مهرجان الظفره خلينا نشوفه وراجع لكم. مهرجان الظفرة في حروف الفرح والخير، وبالتحديد اليوم يانا الخير كله، وارتوت أرض الظفرة بأمطار الرحمة منذ ساعات الصباح الأولى وفوق معظم أنحاء المنطقة الغربية. وبالرغم من ذلك استمرت فعاليات مزاينة الظفرة كالمعتاد في وقتها، ودخلت الإبل للشبوك في وقتها المخصص، وأشرفت اللجان المنظمة على دخولها حسب تصنيفها وفئتها. الملاك متغيدين بالجدول وعلى الوقت، والامور الحمد لله كلها سهالات السنه. الناس ما عاد تحضر الا الشيء الزين الزين. الاول العالم تحضر بشكل زايد
ولكن الحين اللي عنده زين حضره. نشكر قناة بينونة على كل تواجدهم في المساء في الظهر في كل لحظة وجهودهم الطيبة. ونشكر عيسى المزروعي وما قصرت يا سليم على كل حاجة. طول عماركم. فيما تابع الملاك المسابقة من على المنصة الرئيسية مع جماهير غفيرة امتلأت بها المنصة، أتت لمؤازرة أهلهم ورفاقهم في مسابقة مزاينة الضفرة للإبل. وشهد ميدان المسابقة اليوم عدة أشواط لفئة اللقاية للمحليات والمجاهيم، حيث بدأت المسابقة بشوط الشراية وشوط التلاد للمحليات وشوط الشراية وشوط التلاد للمجاهيم، وتبعهم شوط خصص للتلاد للمحليات. العرب طال عمرك استوى عندهم وعي واصبح المطية الصافية تينا حالة نادرة تينا المشبوه فيها. شراتنا طال عمرك نحولها على الفحص، تاخذ علامة التثبيت وتحول على التحليل على الدم على الدي ان اي. ونحن نشكركم طال عمرك ونشكر قناة بينونة على الإقبال هذا. فترة الظهيرة أقيم شوط أجمل لقية لأصحاب السمو الشيوخ للمحليات والمجاهيم، واختتم اليوم بشوط أجمل لقية لأبناء القبائل للمحليات والمجاهيم. كل هذه اللحظات الحماسية والترقب والانتظار توجت بإعلان النتائج وفرحة الفائزين بحصولهم على نتيجة عملهم وجهدهم ومتابعتهم لحلالهم. ناموس والف مبروك، الف الف مبروك ناموس. شوط اللقايه تلاد لابناء القبائل المحليات مهرجان الظفره ام المزاينات. سلطان لا متى اثر يا تكمل لك عبر الصبح الشوق خلص في الظلام سرى وتحت جنح الضفا رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا هالتقرير ورجعنا لضيوفنا المميزين. والوقت داهمنا طبعا، عندنا ضيوف اليوم واعداد مميزه وضيوف مميزين ايضا. نحن قبل ان نختم ابغى اشكركم اول شيء
نعم. الشكر يكون في النهايه، لكن اشكركم الحين على استلبيه الدعوه. احنا نعرف ان في الايام اللي تنام كل دعوه تستعدون في الاستديو تستاهلون تستاهلون. هذا روح انا روح شرف والله، هذا شرف ومقابله. بس احنا نعرف ان في هالايام يعني عزايم والناس تبارك لكم وتزدحمون، ولكن تقديرا منكم نبغى كلمه ختاميه قبل أن نختم ونبتدي براعي الحذره. اليوم ابتدينا بك الشوط، اول واحد مدخل حلال ما شاء الله، واول واحد ناخذ حلال، واول واحد على الشوط الحمد لله الحمد لله، واول واحد نختم بك اللقاء. اول شيء طعمك اشكر قناه بينون على الاضافه، واشكركم على المقابله هذه، واشكر شيوخنا اللي على المهرجان اللي صراحه ما يعلى عليه، واشكر المنظمين وكل من قام في هذا المهرجان واللي قام على نجاحه. تستاهلون تستاهلون اخي الحتروش الرحيم. أشكر أول شيء رئيس الدولة والشيوخ على طاحتهم المهرجان، وثاني شيء طبعا أشكر قناة بينونة على دعوتهم لنا وعلى دعوتهم، وأشكر الجميع، وأنا ومسل إخواني اللي متنومس اليوم. نعم. أنا ومسلهم. قبل أختم كلامك، شو رأيك في اللقطة اللي طلعت في التقرير قبل شوي؟ والله لقطة ربعك شالينك والله لقطة صراحة عجيبة الصراحة. تاريخية تاريخية. أول مرة طبعا يشارك أنت في الظهر ولا؟ لا والله كنت شاركت، لا كنت شاركت في الظهر بس حصل أرقام. نعم. ومرة واحدة الحمد لله الله وفقنا وشاركنا اليوم وحصل أرقام. وناموس في الظهر. وناموس في الظهر وصوت قوي الصراحة. تستاهل فرحة. الله تسلم. سلم على بعد أبوك وعلى كل من يشجع الأزواج. تسلم تسلم. تستاهل. بني ريو. يا لنا ناموس دايم إن شاء الله. الله. إن شاء الله نتلاقى وياك إن شاء الله في نواميس وفي أفراح. إن شاء الله. كلمة أخيرة قبل ما نختم. والله نشكر طفرة على تصويرها وعلى الرب اللي يقومون بها كله، وبيض الله يوحو كله وه كبير ومن ناموس إلى ناموس إن شاء الله خير وعافية. الإعلامي المميز الله يطول عمرك. كنت بتقول شيء عن شوط المفرد؟ هي نعم، أقول شوط المفرد الصبح ضغط عالي. سلام. نعم ضغط عالي تقريبا من أقوى الأشواط، أقوى الأشواط، وأنا من مرشحين أسطورة لمالك راشد علي ملاح، يعلى الله يوفقه. وان شاء الله نينو مسل باكر باذن الله ان شاء الله، ونينو مسل للحمود على فوز الشيخة المناصير اليوم. استاهلوا بنسبه ما شاء الله صلاة رسول 99%. استعلوا. هذا شيء لازم يعني نحط في قوسين 99%. نعم. شيء يعني في ميزان الظهر هو بعادي. نعم. واشكر القائمين على هالبرنامج كامل، واشكركم الله يسلمكم على الاستضافه الجميله اليوم، والله ان الشرف نكون عندكم ويعطيكم العافيه الله يطول عمرك. شرف لنا بني عفور. وانا بعد اخوي سليم اشكر كل ضيوفنا الكرام اللي شرفونا، كلهم باسمه ومتواصلين في حلقتنا هي الاصايل. بعد الفاصل عندنا ضيوف ميزين ايضا، خلكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا، وايضا ضيوف مميزين بتميزهم اليوم ودوم ودائما مميزين في عالم المزاينات. اسمحوا لي ابتدي بالترحيب بالاخ العزيز سالم بن صقر المنصور. يا مرحبا يا ابو صقر. الله يبقيك ويسلمك يا مرحبا. شحالك يا ابو صقر؟ خير الله يطول عمرك. شرفتنا في مجلسكم وبرنامجكم هنا الاصاله. بوجودكم مرحبا بك. ترحيب يتواصل ايضا بالاخ العزيز عبد الرحمن الكربي العامري. يا مرحبا يا عبد الرحمن. مرحبا باقي هلا حسين. شرفتونا. الله يطول عمرك. مرحبا بكم مرحبا بكم. ايضا نتواصل في ترحيبنا الاخ العزيز جابر سعيد من شبنان المري. يا مرحبا ابو سعيد. الله يبقيك. مرحبا يا جابر. حياك الله. وش حالك يا جابر؟ طول عمرك. مرحبا بك في مجلسكم. الله يبقيك ويسلمك. حمود مبارك. حمود سالمين المنصور. يا مرحبا ابو مبارك. الله يبقيك ويسلمك يا حبيبي. شرفتونا ومرحبا بك. طول عمرك ويسلمك وعمرك.
احمد مبارك بن منيف المنصور، يا مرحبا بمبارك. الله يبقيك ويحييك. الله يسلمكم. ارحب بكم الجميع كلهم باسمه. يا رب طول عمرك يا مرحبا بكم في برنامجكم اللي هي لصالح. يا مرحبا. نبتدي عند ابو صقر، الوقت داهمنا ما شاء الله وضيوف مميزين، ما نبغى نضيع ولا لحظه. الناموس تستاهل خير يا ناموس. ابو صقر تهدي لمن هذا الناموس؟ ما في شك نهدي رئيس الدوله والشيخ سلطان ممثل رئيس الدوله والشيخ محمد بن زايد والشيخ حمدان بن زايد وكل محبين وكل من فرح لنا اليوم. تستاهلوا. تستاهل خير. خبرنا عن الشوط والمشاركه، الشوط قوي اليوم. والله الشوط يا طويل العمر اكيد انه قوي والحلال كله طيب والحمد لله توفيق من رب العالمين، اليوم حصلنا على المركز الاول. تستاهل. سالم، شو يعني لكم الناموس خاصه ان شرط انت شاريها حواره يعني، واليوم انت تعرف انت الحيران صعب ان الواحد يغامر عليها نباها مثل هذه الاشواط، اشواط الظفره، وهذا من التوفيق من الله ومن نظرتك الثاغبه ما شاء الله عليك. هذا كله توفيق من رب العالمين يا طويل العمر وعلى حسب المطيه يا طويل العمر. الشرط هي ماخذ 4 سيارات وهي السياره الخامسه السنه ومعوده لنا على الناموس وتوفيق من عند رب العالمين. سمعت انها واصله سوم قريب سالم في شهر شهرين؟ والله قبل المسيومه يا طويل العمر عليها سوم 2,000,000 وشرط طيبه والحمد لله اليوم تنومست وفرحتنا وهذا يسوى 2,000,000 وغيره. تستاهل. نحن نبارك لك بعد على الشريه الجديده. الله يبارك لك. انتقلت ملكيتها من بن مهنا الى عزبتكم 1,500,000 فعلا. الله يبارك لك. اظني فازت اليوم هي في الشوط الثاني. نعم فازت لكن انتقلت ملكيته وهي عدا في الشوط. ما سمعت. اليوم انتقلت ملكيته وهي عدا في الشوط. ناموس. نعم تستاهل خير. تستاهل. الواحد من ربع ما هو ببعيد ويستاهلها. تستاهل. تستاهل. من ناموس روح البيع ناموس. قبل شيء قبل يومين نحن نسولف حسين كنا نتكلم في الموضوع هذا. نعم. عن البيع، البيع ناموس بغنيم. ما يحتاج والله، البكره يا طويل العمر طيبه وماخذينها والله ما لنا نيه لا بيع ولا غيره، لكن البكره يا طويل العمر عند واحد من الربع ويستاهلها وتوه بادي توه داخل في المزاين وقلنا اليوم بتدخل في الثلاث ان شاء الله بتكون من نصيبك. والحمد لله يوم هذا الدليل على تحكيم اللجنه نحن اعطيناها في الثلاث يوم هي دخلت والحمد لله جت الثالث. بونها ثاني وعقب اخرت جت الثالث. قوه شوط اللقايه من بدء الاشواط يعني؟ والله كلهن الاشواط كلهن قويه، لا الشوط الاولي ولا الشوط الثاني ولا الاشواط الثلاث. حلال كله طيب ولا انجازات ولا يستهان به. لكن قبلة المطية وتوفيق من رب العالمين. صحيح. المطية إذا جت في نظره يا طويل العمر وهي متقبلة يمكن يروحون عنها اللجنة يصدون وتزين تشوف فانت زينة، لكن يوم يجونها تختل شيء بسيط ولا سبحان الله، هذا كله توفيق من رب العالمين. نعم صادق. الله يوفقك إن شاء الله. وياك إن شاء الله. الله يسلمك. عبد الرحمن مرحبا. الناموس تستاهلكم خير إن شاء الله. إنجاز مميز يا عبد الرحمن. الله يطول عمرك. لمن تهدي هذا الناموس؟ أهدي طبعا أول شيء لمعازيبنا الشيخ خليفة بن زايد ولي عهدها الشيخ محمد بن زايد، كذلك نهدي لجماعتنا الكرب اللي كل من زارنا وفي محلنا مخيمنا أو اتصل علينا يبارك، واللي سار مع البكرة سواء في إنجازها في بينونة أو إنجازها في الظفرة، واللي سار في مسيرتنا واللي فرح من فرحتنا نهدي له هذا الناموس ويستاهلون. كيف كان الشوط والمشاركة؟ خبرنا الأجواء وعلى أجواء المطر اليوم بعد. والله الشوط كل أشواط الظفرة قوية، لا شراية ولا تلاد ولا مفاريد ولا حول، كلها قوية. والشوط اليوم قوي ولكن فضل من الله أن الله وفقنا في الشوط وأخذ المركز الأول. شو سألته؟ البكرة تلاد طبعا عندنا وهي طبعا على بعيرنا الوافي وهو تلاد أساس البعير عندنا، وابو البعير اللي عندنا بعير بن قروش طبعا، بعير هذا اللي غني عن التعريف. نعم. ويا بن تاج من ضمن هذه البكره اللي اليوم نومستنا بفضل من الله. بعير كمان انت شيء غير البكره هاي؟ نعم في عندنا قعدان في بكار، ولكن هذه اللي قدرنا تكون جاهزه هذه السنه. ان شاء الله السنه الجايه نحضر اخواتها ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الحمد لله. عندك الكلمة عند جابر القطر اليوم ناموس. ناموس يستاهلون. يستاهلون خاصة الشوط اللي كان الشوط المركز الأول والثاني والثالث أي نعم. تستاهلون هذا الناموس. تستاهل خير. تهدون من؟ والله نهديه لشيوخنا شيوخ قطر، ونهديه لشيوخ الإمارات اللي سووا المهرجان اللي دعم السوق ذا
دعم سوق المجاهيم اللي وقفت كثير المزايانات من كافة الدول، واستمر بيض الله وجه الشيوخ الإمارات، بيض الله وجه الشيخ خليفة محمد بن زايد وحمدان بن زايد. وهو أمس أو أول أمس قالوا إن فيه ضيق في شطة التلات، وجاء بيض الله وجه الشيخ حمدان وحط لهم مكرمية وقوم اللجنة في يوم الجمعة يوم راحتهم ولجنوا. هذا الحالة والله إنه ناموس تستاهل. شوف ذا الشيء في بلاد الخليج تستاهل. الله يبيض وجهكم. البكرة سلالتها مهبلة، بعير من سلالة بلال جلمود. البكرة شريناها حوارة ب700، وخذت كم عمرها مش اشتريتوها؟ عمرها والله يمكن 4 شهور تقريبا ما شاء الله. وخذناها ب700 ورحنا وخذنا بيها في نفس الأسبوع، رحنا وشرينا بيها ب2 مليون، والحمد لله البعير انتج والتوفيق عند الله. وقد فازت في السعودية مرتين، الأول في أشواط تميز، وجاء الثاني في السعودية، والإمارات الحمد لله جاءت السنة وتوفقت. أول مشاركة لها في الظفر؟ لا، جاءت العام وجاءت سادس، والسنة الحمد لله الله وفقها وخذت الأول. وين قيضتوا السنة؟ والله مقيضين على في الجافورة. تشوف المقياض له دور؟ جدا له دور، والاهتمام قبل المزاين بشهرين 3 شهور هو الساس قبلة المطية على ما تفضل الكرم. كنت متوقع رقم 1 اليوم؟ والله أنا يوم سرحت متوقع إن شاء الله أني في السيارات. البكرة طيبة وتعبنا معها، ويوم جينا عند البوابة من واجهنا قال أنتوا الأول اليوم. هذا مصداقية اللجنة، والله أنهم قالوا برا والحمد لله، وعلمونا وش الحلال القوي اللي بيدخل معها في الخمس. سبحان الله، يعزلون الخمس على نظر الجمهور، على كلام الجمهور برا، ما هو باليوم بس، حتى في الثنايا وفي الجذاع حتى في الجمل. هذا يدل على قوة نظر مصداقية اللجنة. نعم. وكفاءتهم عز الله، نحن شفنا منهم، ولا يحدون المطية على المطية ونقول ذي أزين، لأنها مثل ما قال بوصقر تزينت، جابت زينها كله في ذا اللحظة، هي غلبت النقد. نعم. والحمد لله على التوفيق من الله. الحين حتى لو الخامس عطوها الأول تستاهل، كل الفرديات اللي في صح، الله يعين اللي جاء. والله كلام الحمد لله، الله يوفقك إن شاء الله. وياك تستاهل بن حمود، إنجازكم اليوم مميز، وشفنا الفرحة والمنصة ما مثل ما شفت يا حسين. نعم. المنصة كانت أجواها عالمية على هذا الجو العالمي، لو تخبرنا وين تهدي الناموس والسلامات؟ أول شيء الحمد لله على كل حال، اليوم فازت الشيخة المناصير بنسبة 99، نسبة عالية جدا، ونهدي بالناموس لشيوخنا الكرام أولى جماهير الشيخة بيض الله وجهه اليوم على الاحتفال الطيب وعلى المسيرة الطيبة وعلى المشاركة. كيف كان الشوط اليوم؟ والله الشوط يا سليم قوي، شوط ناري على قولتهم، والحمد لله الشيخة كفو، وما قديناها للتمييز إلا هي كفو. دخلت الشيخة وصرحت العزبة وهي تعقب ولا؟ والله نعم صحيح، صرحت العزبة، وصلنا تقهوينا وريحنا هناك وسلمنا على من حفوز ولا من ثقة؟ والله كلها. نعم. كلها يا سليم كفو، وعلى ناموس دائم ان شاء الله. سلالة الشيخة، سلالة الشيخة بها صبران المنقية. نعم. وابوها تلاد ويدها تلاد عندنا، وامها شرية. ونحن ايضا نوجه الناموس لمبارك بن سالمين بن حمود ولال حمود كافة، ويعلى ناموس دائم ان شاء الله، والله يفرحكم. الله يسلمك يا سليم. بن منيف راعي مذهله، الناموس يستاهل خير، وله غريب عليكم. جزاك الله وله غريب على مذهله وعلى انتاج شاهين بن منيف. جزاك الله خير يا ابو، يعلى ناموس دائم ان شاء الله. لو تخبرنا عن انجاز مذهله اليوم. والله اليوم تضيف السياره التاسعه على رصيدها، والحمد لله كلها السياره التاسعه اليوم. نعم. غير الاشواط بينونه وغير الرموز الثاني. نعم. هاي السيارات بس تسع. نعم. اظن هي حاصله على اكثر من 13 او 14 مره في المركز الاول. والله تقريبا يا ابو خيت ما يحضر ناموس دائم. كم النسبه اليوم؟ نسبة 95. 95. نعم. تستاهلون. تستاهل خير. سلالتها؟ سلالتها أبوها شاهين بن منيف وأمها بنت سراب. أمها بنت سراب. سراب طحنون بن محمد. وأنه مسلك على حصول الوثبة المركز الثاني. تستاهل خير وعافية. اليوم الوثبة دخلت في شوط الصبح ولا؟ لا، الشوط الضحى. الشوط الثاني. نعم، الشوط الإنتاج الثاني. شو اللي جت عليها الأول؟ جت عليها أسيل بكرة حمدان بن عبد الله بن عيد المنصوري. وهي دخلت في شوط أسيل وجت خامسة وسادسة. جت رابع. رابع؟ في بينونة. في بينونة. نعم. وتبدلت المركز الثاني. نعم.
من وجهة نظرك أن مع أننا حين مزاينة بينونة كانت لدولة الإمارات فقط واليوم مزاينة الظفر للخليج. نعم. والوثمة تقدمت، هل هو من كانت دخلت مختلة ولا من قبله ولا؟ والله يمكن تقول فيها خلي شوي مزاين بينونة، بس قلت اليوم كله شاد فيها اليوم. صرحت مذهلة من العزبة وأنت واثق رقم واحد؟ والله متفائل خير، وثوق واثق مقدر، صعب أقول لك يا سليم. نعم. للمنافسة قوية اليوم والحمد لله الله وفقنا. الله يوفقك إن شاء الله دوم. وياك. دوم. من صقر شو مشاركاتكم الجاية؟ والله مشاركات طيبة إن شاء الله. معروف عنك راعي جمل، وتعرف مكرمة الشيوخ شوط العشرة الجديد في الظفرة. هل بنشوف سالم من صقر متواجد؟ والله إن شاء الله. في شوط العشر نعتبره تصريح يعني. لا لا، شوط العشر ولا شوط الست ولا الأشواط المشاركين إن شاء الله في المزاين الأشواط اللي جاية إن شاء الله. مشاركين إن شاء الله. نعم. شو الشرايا السنة اللي دار؟ والله فيه شرايا. ولا للسنة ولا السنة الجاية يعني حيران ولا حيران؟ عارف نحل حيران من شهر 9 شهر 10 نسمع مفاجآت عزوة من صقر. والله يا طويل العمر ما تقدر تحاكم عليها، الحوار مرة صعب. بس شريته في مشتريات، في مشتريات حيران لكن ما تقدر تصرح عنها إلا عقب ظهور السيل. نعم صحيح. عقب ما يظهر السيل يا طويل العمر تقدر تصرح إنه تنافس ولا ما تنافس. سالم ليش أكثر المشتريات وأكثر السوق؟ يعني هذا السؤال أنا بوجهه للجميع، نبغى نعرف أكثر السوق والحركة في الحيران وفي المفرد ولا الحيران. والله يا سليم أنت ريال يا طويل العمر، مالك وتزاين عندنا وناموس البكرة اليوم. استاهل خير وعافية. وأظن أنت مر في الأمور اللي نحن مرينا فيها، المشتريات والحيران يمكن أنها ما لهن إنجاز قبل، وكل متفائل بالخير وكل متشفق للمزاين. والحيران يا طويل العمر تشتري مشتراها صعب، ما تقدر تحكم عليها، صعب. مع ان مشتراها صعب لكن الاقبال عليها كبير سالم. اكيد اكيد، ياخذ لها يا طويل العمر ثنتين ثلاث اللي على استطاعته الواحد يا طويل العمر، ويشوف هل هي تزين تبدلت في نظره بتنافس ولا طالع غيرها. وبعضها يا طويل العمر يقول لك انا ما يحتاج اني اشتري ذا الحين، خليها لين عقب ظهور السيل وياخذها بقيام يا طويل العمر. السنة انباع حيران يعني على قبل ظهور السيل على مليون بقيام. اي نعم مليون. واللي وهل الحلال ما عليه خوف، الحلال دام يا طويل العمر في مهرجانات وطول اعمار الشيوخ ما قصروا، والفرحة واليمعة والمزاين موجود، هذا بيض الله ويه الشيوخ يا طويل العمر ما قصروا، والمشاركين في كل سنة بتشوفوا مجتهدين اكثر واكثر لين ما يتنقون الزين. يجيك يعني في بتيك السنه الجايه يا طويل العمر بتقول هذا الزين اعبر من السنه اللي طافت. نعم. وهذا دليل على اجتهاد المشاركين والتوفيق عند رب العالمين ان شاء الله. نتمنى الله يوفقك ان شاء الله، يوفق جميع المشاركين. شفنا لو تخبرنا عن سوق المياهيم في الحيران اكثر ولا؟ والله مثل ما تفضلت يا سليم، لا بالله سوق الحيران هو اللي محترق، لكن عقب الاشواط اللي سووها السنه شوط العشر ومن الثنية تحت خدم الأسنان المجدعة وملقية كلها بتحرك، وشوط الست شوط راعي الست مسموح له يشتري ثنتين بالفائزة، هذا تحريك للأسنان. وراعي العشر مسموح له يشتري أربع. هذا احنا عارفين انه كله حركة للسوق، حركة للسوق. نحن دامك طريق السوق احنا دارين انهم يعني تفكيرهم كله في كيف يحركون السوق وكيف يشجعون. دامك طريت السوق نحب طبعا نعلن عن بيعات اللي استوت اليوم في الظفرة عبر قناة بينونة وبرنامجكم الهين الصايل. انتقلت ملكية رمز الخليج من راشد بن عجين الهاجري إلى خميس بن محمد الشدي المنصوري، طبعا سلالتها أبوها أولاد شاهين بن النص وأمها اللسيكية، وطبعا سنها حقه حاصل على المركز الثاني وبتاعت 1,500,000. وأيضا انتقلت فراعة من بن حسينة المنهالي إلى بن جهيم مبلغ 1,500,000. الله يبارك للبايع والشاري والله يوفقهم وينومسهم إن شاء الله دنيا وآخرة. كلمة أخيرة. سلامتك، ما عندي إلا أشكركم وأشكر المهرجان ككل وأشكر قناة البينونة وأشكر حسين اللي على رغم الضغط اللي عليه نجي في المنصة ويتعاون معنا. ولو حاضرين استاهل والله، استاهل شكر حسين. قايم من الصبح، الله يبيض وجهك، تحصل عند البوابة
وعقب ياخذ لقاءات في المنصه. انا عارف الدخله اللي يدخل معها اوقف له. نعم ويذيع النتائج والعصر موجود في المنصه وفي الليل في البرنامج. واجب لنا فضل. عمر ابو عمر عبد الرحمن الكربي كلمه اخيره في هالانجاز وهالمناسبه. كلمه اخيره نشكر شيوخنا المهرجانات هذا اللي يفرحون شعبهم فيها ومشكورين الجهات المنظمه من جهات اعلاميه امنيه كل الجهات نشكرهم شكر ما له حدود. يستاهلون هذا اللي نبغى نقوله بس. شو فرحه الانجاز اليوم؟ والله ما له حدود طبعا بينون لها فرحه غير والظفره لها فرحه ما تقارن بينهم أكبر. اكبر طبعا على مستوى الخليج ما تقارن طبعا. صحيح وحلال اللي ظهر واللي معنا في الشوط حلال قوي. صحيح ففرحته طبعا ما تقارن طبعا. اشواط التلاد الظاهر اشواط الشرايا الحين. نحن في التلاد والتلاد غدا منافسته قويه. نعم. ما هو بسهل. صحيح تستاهلون بصقر. شكر لله اول شيء ولشيوخنا يطول العمر ونشكر كل من ساهم في نجاح المهرجان ووقف فيه. يستاهلون بصقر. كل ما عندك سليم. بن حمود يعلن ناموس دائم ان شاء الله. جزاك الله خير. كلمه خيره توجهها قبل الختام. نشكر الغايمين على المزاين وبيض الله وجهكم. وجهك ابيض ان شاء الله. راعي مدهله. مرحبا. ان شاء الله ان نلاقيك في نواميس قادمه باذن الله. امين جزاك الله خير. رد السلام على الوالد. سلام لي ولك. وعلى ناموس دائم ان شاء الله. جزاك الله خير. كلمه خيره قبل أن نختم. نشكر قناه بينونه، نشكركم، نشكر الغايمين على المهرجان. يستاهلون. وياك الله يسلمك. نعم انا بعد اشكركم كلكم ضيوفنا على تلبيه الدعوه وتشريفنا في مجلسكم في استديو بينونه وان شاء الله نلقاكم في الايام القادمه في المناسبات ان شاء الله. طبعا مشاهدينا بعد ما شكرنا ضيوفنا اللي فعلا شرفونا في هذا الفقره من البرنامج خلونا ناخذ فاصل صغير راجع لكم مع امسيه شعريه بهالاجواء المميزه راح تكون ان شاء الله بتميز اجواءنا اليوم بتميز اشواطنا بتميز مهرجاننا تميزكم بعد راجع لكم. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير بنجوم شعر بأمسية مميزة من مهرجان الظفرة أسماء لامعة في عالم الشعر والإنشاد. ابتدي الترحيب بالأخ العزيز الغالي نجم شاعر مليون في موسمه الأول واللي مستمرين وفعلا حقق جماهيرية ونجومية كبيرة الأخ العزيز محمد مريبد العازمي. يا مرحبا يا ابو خليفه. مرحبا والله يا حسين منورين. الله يطول لي في عمرك بوجودك ومرحبا بك. الله يطول بين هلك وربعك. الله يطول لي في عمرك انتم اهل ما يحتاج. يطول عمرك. ترحيب يتواصل ايضا بالنجم العزيز والاخ العزيز حامل بيرق شاعر مليون ناصر بن ثوين العجمي. يا مرحبا. الله يبقيك يا ابو علي. يسعد مساك انت ويا الاخوان كلهم في القناه وشرف لي ان اكون مع اخواني كلهم الموجودين. الله يعطيكم الصحه والعافيه. يا مرحبا بك يا ناصر. ايضا ترحيب يتواصل باحد نجوم شاعر مليون والمميزين على الساحه الشعريه وايضا دخل عالم الاعلام ومجال الاعلام ويقدم برنامج شعري مميز قوافي النخبه ايضا الاخ العزيز فالح. الله يرحمك بعنوان العجمي. يا مرحبا يا فالح. الله يرحبك على فضلك. يا مرحبا يا حسين. الله يسلمك. طول عمرك. نجم مميز جدا في اسم الانشاد وشاعر ومبدع ومميز ودائما يتواجد وهالحلال مصقر خالد المري او العذب مثل ما يحب يطلقون عليه جمهوره. يا مرحبا يا خالد. الله يبقيك ابو علي. الله يسلمك. من يسمع مرحبا. يا مرحبا بكم جميعا. والله ان متنومسين الليله ومن ابرك الليالي. الله يطول عمرك. ساعتك ابرك. على خير. يا مرحبا. ساعتك ابرك والله. عاد سليم يوصيني في الفاصل قال حسين شعره وامسيه وهل ان شاء الله اسماء لامعه ما نبغى نضيع ولا دقيقه ما نبغى ولا سؤال. طيب. نبغى قصيد.
ابشر بالقصيد. نعم الله يطول عمرك ويشكرك بالجنه. عاد قصيد وايد. نبتدي عند اولا انا متنومس في حضوري مع اخواني الشعراء ومعكم اللي كلنا ترى وانا واحد من جماهيره مش سواء خالد العذب او ناصر بن ثويني او فالح بن علوان وانت اخوي حسين ما يحتاج عدل. الشيء الثاني شكر خاص للشيخ خليفه طول الله في عمره الشيخ محمد بن زايد. امين. الشيخ حمدان بن زايد ممثل الحاكم في الغربيه على هذا الكرنفال العظيم اللي تنومسنا. انا يمكن اول سنه اجيه لكن يعلم الله انه شيء يثلج الصدر. الحمد لله. يعني فاتح باب رزق للناس كلهم. يعني هل الحلال هل السلع ففاتح باب رزق كبير وفيه تجمع صحيح. للشعر للشعراء للأدباء. فأنا عندي بس بداية في القصيدة طبعا بعيد عن موضوع الظفرة اللي هو في المرابطين على الحدود من الخليجيين الجنود اللي يحمون دارنا وحنا الحمد لله والشكر في خير وفي نعمة لكننا ما ننساهم في أي محفل أو أي برنامج. بيض الله وجهك. فيقول أنا فتكرى ملحة تردع وجيه المستحين. مستحيل. لو كانت وجيه العرب تبغى لها وجه قوي. قوي. أحد اللي يا منه وقف ميقافه وهرجة ثمين واحد لو أنه نجم بعيونك مع الوقت يهوي وأنا اللي سنتها سنتها ذرب اليمين ذخري ولو ماني مرافق له ولا مسجل خوي خوي لكن حزنت الحزن أبو خالد على المستشهدين وأنا على حدود الخليج وجندنا رجل حموي محمد محمد ولد زايد كعامة العائلين اللي روى من مدرسة زايد من الحكمة روي حتى ارتقى بالعز ولا مجاد نجم الفرقدين ومن السطر يلوي ذراع أعداه أبو خالد لوي أقدره تقدير زايد للرجال الطيبين اللي معه يوم دار خوف والذيب يعوي واليوم يوما ما يقدم فيه بدون هالعذر السمين يبان فيه الخاين الخايف وهرج المنطوي واليوم يوما ما يقدم بدون هالعذر السمين للفشق والراجمات الدك والصوت حدوي صبح على الحوثي تنفس مثل صبح على الحوثي مثل صبح تنفس في حنين وصوت العزاوي والفشق له في سما صنعاء دوي تبت يدين الفرس ويدين الضعاف الطامعين اللي حسب الدار بكره هامل بعينه بدوي ما يدري ان الدار يقطع دونها حبل الوتين واذا بعد دعم الجنود العسكري والمعنوي وانت العدوك يا ابو خالد ضيق صدر وسقم عين ولا جحد ميقاف كلا واحد ما هو سوي وام الحراير تنجب الشجعان عوق الحاقدين ما هي بتنجب للوطن جبان ولا فوضوي من مات منا يا ابو خالد مات مثل المسلمين موت الشرف في رحمه اللي فوق خلق الله قوم. صح الله لسانك. صح بدنك الله يطول صح الله بدنك ويستاهلون. الله ينصرهم ان شاء الله. امين. الله يطول في عمرك. واصلين عندك من ثويني. يقول اول شيء تحيه خاصه لك انت ويا اخوي سليم يمكن اول مره اطلع معه على الهواء. يشرف. يبرك الساعات. لي الشرف والله. وتحيه خاصه للجنه المنظمه في المهرجان الله يعطيهم العافيه. احنا يمكن ما نحس بتعبهم لكن مقدرين جهودهم ندري انهم مرون في تعب. فانا طبعا حول الامارات يقول يا لايمي في حب دوله الامارات يا لايمي في حب دوله الامارات انطعتني كف العذل والملامه هذه بلاد مطوعين الصعوبات ناسني عشقون الوفاء والزعامه لهم علي معروف في فايت فات وما ينكر المعروف كود الهلامه ابوي وصاني على الصدق بالذات وانا اقتبس وصيته من كلامه الصدق لولا الصدق ويش العلاقات تبقى العلاقه مثل عود الثمامه ما دام رزقي بيد رب السماوات ان قالها الله ما تطيح العمامه الرجل لله حط له قسمه جات تجيه من خلفه وجنبه ومامه ترى العطاء بين العباد اخذه وهات ومن زان زانت شيمته واحترامه بروح مع كل الدروب الوسيعات وبحط لي في كل منهج علامه وبروح للطيب لجات المهمات اللي فرج ضيقتي في مقامه يا لايمي غنيت لك 10 ابيات وهب الهوى العاتي وطارت حمامه. الله صح لسانك صح لسانك يا صح لسانك. فالح مرحبا بك. الله يحييك ابو محمد طول عمرك. انا سعيد الليله اللي جلست الليله مع كوكبه من النجوم المبدعين وكوكبه من الاعلاميين المميزين في مجالهم. نحن اسعد. طول عمرك. انا كنت بقول في الظفره لكن جنودنا مثل ما قال ابو خليفه اليوم علينا ابدا من كل شيء. وقفه الامارات المشرفه مع
علينا من كل شيء. وبانت وقت الشدة وهذه عوايدها ولا يستغرب الطيب من هلا. علي واجب يا حضوري من علي واجب حضوري يا قصيدي من المعاني هات مع بربة هجوس الشاعر اللي ما خفى دوره حفظ كلاه يا دارا على الفزعة لها عادات لها وقفات لكشر زمان الشح مشهورة حما كلاه يا دارا لها فوق القمم رايات على العز وعلى الناموس دار الطيب مذكورة رعاك الله يا دارا لزهمة في الصعايب جات مجيا يحسم الموقف ويقطع دابر جذوره نجدد للإمارات الولاء لبانت الوقفات على طاعة زعيم نستمد العزم من شوره خليفة يا خليفة والوفا لك ما رجال إثبات رجالك والولاء وقفه يسر الشوف منظوره لك الله يا ولد زايد وريث الطيب والفزعات نوقف وقفة الصامل ونردع عيلة الجوره مدبرت المكايد جمعهم لو زاد راح اشتات بفضل الله تبطي زمرة الإرهاب مقهورة مدام البيت متوحد عدوه ينهت الآهات هذه دار الأمن حتى الشجر تمن به طيوره إلى منع العايل يردع الخايب وبالعيلات قطعتوا يمين اللي قطعتوا يمين من يشبر وطنكم تقصر شبوره هدر دمه ولا منه هدر هدر دمه ولا منه هدر يندم على ما فات يخلى عبره ويمنى تخون الدار مقصورة إلى من ذمته بارت وشفتوا فالولا شكات ولدكم ما يبور وراية الأمجاد منصورة ولي عهدك عضيدك صامل الوقفة سمو الذات تسمو المجد بمحمد تسمو المجد بمحمد لشان الوقت وقصورة سلام الله عليكم يا هل المجد وهل الطولات وسلام الله عليكم لا غدت الأفواج مسطورة إلى منكم عديتوا تردع العيلة على الغارات إلين تولي صفوف العدو الأدبار مذعورة ولانا وانتمانا سيدي وانبانت الشدات نذود بما ملكنا والشعر له وقفه ودوره. الله صح لسانك بس أنا أبغي هالإنشاد واللي متعطشين لسماع نجمنا خالد العذب انتظرونا بعد هالفاصل بتسمعونا. رجعنا لكم مشاهدينا مع أجواء الأمسية المميزة من ليالي الظفرة وأماسي الظفرة في برنامجكم الهصائل وما راح نضيع وقت خالد يا مرحبا ومسهلا نبغي صوتك العد أول شيء مسي عليكم على الأخوة المشاهدين بالخير وهذا برك الليالي ونده من ليالي العيد مشاركتكم مشاركة أخواني الله يطول أعمارهم من يسمع شرف والله يا خالد أنا أستوقفكم بكلمة بما أني بهالمكان لازم أقولها فضل شهادة فضل. حق مفروضة علينا أتكلم باسمي وباسمها الحلال وعلى لسانها الحلال شيء سمعته في أكثر من مخيم من ناس طال عمرك رقم حلالهم وناس والله أنهم قالوها وحلالهم مسمول سمن بيض الله وجيه الشيوخ والله يطول عمارهم واللجان المنظمة بشكل عام واللجان اللي تلجن على الحلال في الشبوك السنة تلجين في مكانه والعالم راضين ناس رقم حلالهم ناس اسم الحلالهم هذا من فضل الله سبحانه وبين قوسين على التشبيه والعبث والشغلتين هذه في صالح المطية بشكل عام فيما يرضي الله أول شيء العبث فيما يرضي الله هذا الشيء لا يرضي الله أول ولا عباده اللي يحبون الحلال
صادق. والتشبيه في صالح الحلال وفي صالح المجهم الأصيل وفي صالح اللجنة وفي صالح الملاك الحلال بشكل عام وفي صالح الناقة. أنت تكلم في زين مجهم صحيح. وبيض الله وجيهكم على كل حال. واللجنة هذا السنة أقول بيض الله وجيهم وأقسم بالله العلي العظيم ما أعرف فيهم واحد صدق ولا أعرف حتى سامي تقولهم عندهم ما أعرف فيهم واحد. الله يستر علينا وعليهم. بيض الله وجيهم وجيه من قام على المزايل. استاهل وسلامتكم كلمة حق بغينا نبديها. الله يحفظك. ما قلتها إلا من طيب راسك وهذا شيء قدام العرب شايفينه كلهم وأنت ما قلتها إلا من طيب راسك. والله بيض الله وجيهم شهادة حق. سليم طالب منك شيء يا خالد. نعم على يا ونتي ونت معنا على خشم غريب الدار اللي تهشطون. ابشر والله الجديد وايز كان يجيكم الجديد لكن هذه وبناخذ من الجديد خلينك اليوم على خشم. ليش الشحن هذه على سخري وابيات قديمه يقول الا يا ونتي ونت معنا غريب الدار ملهيت هشطونا ولا يا بارقين في الشرق عنا أخي الأهلي نفاتتني عسانا ننزل حنا وهنا وهالمظنون عيني ينزلونا ولا يعود ريحاني انتذنا على الجدران ميالين غصونا سلام 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 الحين نبغي من جديد نبي الجديد اي بالله الجديد ايش تبي محمد من الجديد غزل غزل اي بالله نعم قصر الصوت المرايب يقول غزل ابشر احنا بعد ندور الزلح الغزل هذه أبيات للشاعر الكبير ومسي بالخير ومن يسمع سلطان بن وسام الهاجري نعم جيت متشوق من اللهفة وبي لتولعال ولا ربما جيت متشوق من اللهفة وبي لتولعال ولا ربما لتولعال ولا ربما ويا صهات الخيل يا عنق الضبي لمتى والكبد يطوي الظما وقربي يا وردة الروض قربي وكل حاسد جعل عينه للعمى كل حاسد جعل عينه للعمى ويا صلاة الله على وجه النبي القمر في الأرض ولا في السماء ويا صلاة الله على وجه النبي القمر في الأرض ولا في السماء القمر في الأرض ولا في السماء وجعل صناع البراقع والعبي مات بالريق مما زمزم وجعل صناع البراقع والعبي مات بالريق مما زمزم مات بالريق مما زمزم صح لسانك حرام عليه مره على صناع البراقع والعبي ما دوم بالماء ماك دعوه ما ادري ايش شايف صح الله لسانك الله يسعدك بخليفه الطلب اللي طلبته الخالد نحن نطلبك اياه على خشم يبشر غزل عليه الشحر بجيب لكم قصيتين قصار تفضل هذا زين يقول راحت مراويح القطا ولا مراويح السحاب هاب اللي تجفل من عصر واللي تزبر من ضحى سلام حاول تعاتبها كذا مره ومليت العتاب العتاب وجهي وانا عيني لشارعها وفي وجهي سحى وحاولت اصد وغبت لمده ومليت الغياب وفي كل بيت من القصيدة اسمع لطاريها
وحيا وين بس لو الوصل عندي مثل عتق الرقاب وأنا غريب حب له ديره وعن دارها نحايا غايبها لو أن وصلك ترتوي منها الهضام ما باقي من شجرة العشق القديمة لا لح غدا وصالك طرد رزق وشوفتك طردت سراب وطقيت لي مسمار في بيتك وأنا ماني جحا كله علشان الغلا اللي فك لك بالشعر باب القصيد اللي عليها اللي عشقنا مصح الله والثانية صح الله ثانية قصيرة علشان الوقت يقول استغل الغلا والتضحية والمحبة واستباح المشاعر لين صرم ورقه دام ما خاف مني ليه ما خاف ربه ما بقى لي سوى روحي وروحي سرقه ليت لي خاطر إلا ضاق يقدر يسبه والله أنه لي يسمعني لو أذنيه صق هل بل أنه مغربلني ولا زلت أحبه ومن عدلني وله صاحبي قد سقه الله 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 صح الله يسعدك بنت ويلي أنا أقول طال عمرك ذعذع لي الغربي وناجاني الليل كأنه بشي بين الأضلاع داري أنا أدري أن ذعذع لي الغربي وناجاني الليل كأنه بشي بين الأضلاع داري الليل ضيفه للهوى والتعاليل بس البلا لجات معها الطواري أنا أدري أن ما في الليالي المقابيل شي يثمن وقفتي وانتظاري كان وقفتي قدام باب المواصيل وقفة فقير عند مصرفه تجاري ما جابني عقب التعب والبهاذيل إلا الظما لكن عذاري عذاري تمنعني من الماء وتسقيني الويل وأنا من الحاجة ما هو باختياري يساري من غير صحبة وقنديل خذني معك دامك على خير ساري يدعيك درب من شهر جارحه سيل عليه من ذكر الحبايب مواري فنجاز لك من عزف وجدي مواويل تعوض الله في غناء الجواري لا عاد تنشد عن بقايا التفاصيل حذاري تزيد المواجع حذاري تراني من العام متوجع حيل استر حوالي الناس وبات عاري داري الميزان لا ينقص الكيل ولا تراني دون عمري مداري يساري أهل السيف والبن والهيل تحضروا مع الزمان الحضاري وحنا نردد قول من قبل ناقيل كذا كذا على عماه وثاري مغازي أعراب الجزيرة على الخيل مهيب شي عند ذاته الصواري شكرا لكل المرجفين المهابيل هل حين أحس بنشوتي وانتصاري من يرتجي وانكساري محاصيل جعل هدايا طيحتي وانكساري ترى مراكب مصر ما تزعج النيل ترسي على الأطراف والنيل جاري الله ترى مراكب مصر ما تزعج النيل ترسي على الأطراف والنيل جاري النيل جاري الله صحيح ثانية ثانية يقول أخني بأخذي قصيرة نعم يقول اشتقت لك في ذمتي والصبر مات وأنا حييت ومت ثمت وحييت لقيت شيء ما يسرك في الشتات لكن قل لي في شتاتك وش لقيت كانك تحس بني نسيت الذكريات عز الله أني أولي فيه ما نسيت والله ما تلقى من عيال الأمهات أحد يحطك في ضلوعها لا بغيت انقصرت كفي ترى ظروف الحياة قد هيتت قبلي رجال ما تهيت وما قبلت العذر من كل الجهات الله كريم وروحوا كني ما حكيت الله روح كني ما حكيت صح الله تسألك يا ناصر فالح سم الله لا الربع كلهم غزل نعم وانت معهم فالح سالفة هويدي يعني مبكي لا مو بحاصل على شاشة خيالي صور تشتثبت ولا ماجد هذه حصرية محلية حصرية اللي هي الأصايل لحظة سيني لحظة ملاحظين أمس حصرية وأول أمس حصرية واليوم بعد حصرية يستاهلون برنامج الأصايل حصرية حتى بلهجتها بالشينية أشكرك على شاشة خيالي صور تشتثبت ولا ماجد يثبتها الغياب وطاري الفرقة بلا داعي رحلتي والجروح المدمية من الجفا هاجتي ثبتها رحلتي والجروح المدمية من الجفا هاجتي هيضها الصبر هيضها السهر لطال ليلة المغرم الواعي رحلتي والعيون تشوف رقاب الرجن عاجت عواجة رقاب الولف لاحت صيحة الراعي تقفاش الحنين ولجت بقص الصدر لاجت صدى صدر الجنوبي جوابنا حدب الأضلاعي يقولون الغلا ذباح وطعون الغلا باجت وقول ما ذبح يبطي صويبها رهنا لو جاعي توجادي غدا قصة على لسنت العرب راجت يلوم بها الغشيم ويدرك المدرك الواعي. يعذر المدرك الواعي قنعت ان الكلام يخفف من النفس لاحتاجت لو ان صمت عن بعض المشاعر يستر اوضاعي قدم رجلي على رؤوس رجوم النايفة داجت مشاريف الولا عزة وصالش والجفناعي الله حسانك ثانية ثانية فالح الثانية طواك الليل وعياك التعب يا فكري المشغول على هونك ترى الدنيا على مقيل ملحوقة
إلى من مرني بعض الطواري قلت يا لحول وحارت عبرة داخل جفون العين مخنوقة وداري ضيقتي مثل الغريم اللي جلا لحول يلج الصدر منها ويتداعى كل معلوقة كفاني يا الهموم اللي ترازم في الحشا والجول ترزام السحاب اللي لعج في عرض في عرض مزنها أبروقة نشف عود الصبر ما باشره برق الحياة بسيول تباريح الرياح حركة وشهب لون زملوقه رجيته مثل ما يرجي حقوقه سدرة الغرمول تعرت من ورقها والمزن مهلة حقوقه قضيت من الفصول الأربعة صابر ثلاث فصول شماريخ النخيل اللي غرسته مالت عذوقه وهدوء الليل يسريبي ولو مسر العتيم يطول أسوق له القدم سوق الشجاع أن قفوا ابنوقه وأنا في جنح ليل ضمني في ستره المسدول أدله خاطري وأدله فكر ساق طاروده الله سلام. صح الله لسانك صح الله بدنك بيض الله ويكم شعرانا وننتقل شاعرنا أيضا وبدعنا خالد نجمنا الشاعر أنا عندي طلب بخليك اللي محضر لنا تعدي لكن نبغي منكوس منك يا خالد طلب منكوس أبشر أبشرك بالجنة بيتين أسلم تذكر لي في شاطئ الراحة للشيخ زايد كلمات الشيخ زايد الله يرحمه هذه أنا بغنيها الحين ودخلت عليها زين جزاك الله خير وش تبي منها على ذوقك أنا أجيب لي قصيدة الشيخ زايد قبل كل شيء الله يغفر له الله يغفر له ويرحمه طبعا تشرفنا به في مسرح شاطئ الراحة وكان لها أصداء جدا جدا جميلة لله الحمد هذا الشرف اللي اخترنا منها موال من غير القصيدة القصيدة ثانية للشيخ زايد في شاطئ الراحة كان يقصد يقول يا شاطئ الراحة يا شاطئ زين القلب باك يلقى غرامه وراحة وبسمع سات بسم حياتك يا قايد الخفرات والعين عطاك ربي لك غناتك واصبحت سيد في المزاين هنيتي يا سيد بصفاتك وانا غريبك من الملايين كل يوم بيتكبر غلاتك والقاك دوم بعيني تزين من الحسين من بالحسين سيدي شراتك مثلك فلا قد شافت العين الشمس تخجل من بهاتك والبدر لك بنواره يدين مثل العسل منطق شفاتك ذرب وموزون بموازين والطيب من أصلك وذاتك واضح ولا يحتاج تبين ويا سيدي محلى سماتك حسن وطيب وصل ودين ويا سيدي محلى سماتك حسن وطيب وصل ودين الله 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 سلامك واللي بتهديني عشان نختم منكوس ها؟ نعم تبغى نعاونه؟ نعم اوه ما شاء الله روحه سعد والله بعطي بنعاونه والله الله يقول احسب اني مقدار الصبر من خيل لي زمان واثر من صيبر على غير ما يقوى صبر ويوم عرض صاحبي قلت يا الهيل مستعان كني اللي شافنا الحياة عقب الدهر يا سلام سلامتكم
صح الله لسانك، صح الله لسانك. الوقت داهمنا، لذلك شكرا جزيلا ابو خليفه محمد بيض عازمي. شكرا لكم انتم، طول الله في اعماركم. بيض الله يلقاك ان شاء الله في امسيات على خشبه باذن الله ان شاء الله. ناصر الثويني كل الشكر. انا اقول الله يبيض وجهك انت ويا اخوي سليم، تستاهل يبيض وجهك، كل طيب نواجهنا عندكم اخي، وانت كلكم بركه، نجيكم ونطلع في اعلامكم ونواجه النشام الطيبين معك. الله يتشرف، الله يطول عمرك. تشرف يا ناصر. فرح بعلوان كل الشكرك على تلبيه الدعوه. الله يبيض وجيهكم، انتم اللي ما قصرتوا، وانتم اللي يبيض وجيهكم من بدايه المهرجان وانتم على قدم وساق. الله يطول عمرك. وافين في العلوم الطيبه كلها، اللي بنقوله واللي ذخرناه كله مهم فيكم حق. ما عليك زود، ما عليك زود يا فالح. خالد العذب كل الشكر لك يا خالد المري، العذب بصوتك وبأخلاقك وبإحساسك وتواجدك. الله يرفع قدرك ويسلمك، وشكر موصول لك والأخوان، وإحنا اللي تشرفنا اليوم مشاركتكم والظهور على قناة بينونا. الله يسلمك. نقول يا الفال كناموس إن شاء الله في مشاركات الله. إن شاء الله أنها من أبرك الليالي، وأنكم أسعدتوني ويشرفني أنكم أني أكون عندكم. الله يرفع قدرك. طبعا مشاهدينا، بس تنويه بسيط، أهل الملاك الحلال اللي يتابعونا والكل من حوالينا في الظفرة، آخر تسجيل اللي بيشارك في شوط البيرق، آخر تسجيل غدا الساعة 12 ظهرا، يعني بكرة آخر يوم الأحد، آخر يوم تسجيل الساعة 12 الظهر، وما راح يسمح لأي شخص يريد المشاركة في شوط البيرق إذا ما سجل. فالرجاء لكل من يرغب بتسجيل شوط البيرق أنه يسجل يوم غدا إن شاء الله في المكاتب الإدارية وبجانب المنصة، بجانب المنصة الرئيسية. نعم. في ختام حلقتنا نقول لكم شكرا على المتابعة، وبيض الله وجوهكم، بينونة تراها إماراتية. ثمان الله.